الطرسي هو النادي العربية. كان اليوم الانطلاقة الفعلية للمعرض الدولي اللي كتب هنا في مدينة الرباط. هاد السنة كيف ما كتعرفوا الضيف شرف هو كيبيك كندا، مبني على احتفالات ديال 60 سنة ديال العلاقات الدبلوماسية ما بين المغرب وكندا. زائد على هذا هذه فرصة مرة أخرى للقاء ما بين الكتاب والكتاب والمواطنات والمواطنين. أنا متيقن وعندي قناعة شخصية بأن المغاربة عندهم واحد التعطش كبير للمجال الثقافي والمجال ديال القراءة بخصوص، وهادشي مبني فقط على الأرقام اللي خرجت السنة السابقة، أن أكثر من 100 مليون درهم ديال الشيف دافير اللي خرج يعني ديال المغاربة شراو ديال الكتب. إذا فقط كيبين بأن خاص هناك اجتهاد أكثر من طرف الحكومة ومن طرف وزارة الثقافة باش يكونوا أنشطة ثقافية، ليس فقط في المعرض الدولي للكتاب، ليس فقط هنا في العاصمه المملكه، ولكن في جميع الجهات المملكه. وهذا الشيء اللي غنخدموا عليه، لان الا بغينا نقويوا القراءه اذا وجود الكتاب في الجهات المملكه خصنا استراتيجيه تكون شامله، ونقدر نعلن لكم من هنا بان غنخدموا على هذا المجال. اولا باش نقويوا المعارض الجهويه، باش يكون معرض كيف ما علنا عليه انا ذاك في الندوه الصحفيه، معرض دولي جديد مخصص للشباب والطفوله، لان القراءه الا بغيناها يعني تنستال في الكوتيديان ديال او في الحياه اليوميه ديال المواطنات والمواطنين، خصنا نبداو من الطفوله وهادشي علاش غنخدموا ان شاء الله باذن الله باش نزيدوا نقويوا مره اخرى وجود القراءه ووجود الكتاب عند المواطنات والمواطنين في اطار التحديات اللي كيعرفها، يعني التقدم التكنولوجيا اللي كيعرفها العالم.